مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وموجز إخباري جديد من اليوم السابع مباشر. وفيه اشتباكات بين مصاب الثورة وأمن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، مصريون بلندن يتهمون سليم العوا بالتواطؤ مع المجلس العسكري ضد الثورة، 3 مسلحين يسطون على سوبر ماركت ويقتلون صاحبه بالجيزة، مجلس الشعب يواجه حكومة الجنزوري ب300 طلب إحاطة الأحد المقبل، مصطفى النجار يذكر أن هناك مفاوضات لدمج الأحزاب المدنية في كيان واحد، أحمد الطيب شيخ الأزهر يلتقي الشيخ محمد حسان ويعلن موافقة الأزهر رسميا على مبادرة المعونة، مصلحة الطب الشرعي تنتهي من تقارير شهداء مذبحة بورسعيد، الجبهة السلفية تدعو لمظاهرات غدا للمطالبة بطرد السفير السوري، المجلس الاستشاري يشكل لجنة لمتابعة أزمة منظمات المجتمع المدني برئاسة الدكتور عبد الله حجازي، وزارة التربية والتعليم تؤكد حظر الدروس الخصوصية وتتوعد المخالفين بالشؤون القانونية، السودان تعتبر الوعود الأمريكية بإعفاء الديون بلا قيمة. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. المزيد من الأخبار نوفيكم بها على رأس كل ساعة. إلى اللقاء.